لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في وقت الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الحديث متفق عليه. المروط جمع مرط، من صوف أو خز يؤتزر به، وقيل الجلباب وقيل الملحفة، وقيل قال الخطبي أكسية تلبس. ما يعرفن من الغلس يعني لا يعرف، ما يعرفن أحد. قال الخطبي: الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغبش قريب منه إلا أنه دونه. وفيه حجة لمن رأى التغليس بالفجر، وهو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وغيره. يعني الصلاة الفجر في أول وقتها هو الحقيقة إن حديث الذي احتج به الحنفية في استحباب تأخير صلاة الصبح إلى انتشار الضوء قبل الفجر، قبل طلوع الشمس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، حديث صحيح. فيها التغليس، فإما أن يحمل على أحوال مختلفة، فأحيانا يغلس يصلي بغلس وينتهي من الصلاة بغلس، وأحيانا يسفر يعني يصلي بعد انتشار الضوء، وأحيانا يبدأ بغلس وينتهي عند الإسفار. وهذا الجمع الأخير، وهو أن الأفضل أن يبدأ بغلس وأن ينتهي عند الإسفار بطول الصلاة، هو الذي اعتمده ابن القيم. الأقرب عندي والله أعلم اختلاف الأحوال، لأن الحديث هنا أنه كان بعد الانصراف، لم تكن السماء قد أسفرت، بعد الانصراف من الصلاة انصرفت النساء لا يعرفن من الغلس. إذن كان الغلس موجودا بعد الانتهاء من الصلاة. فأسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، إذا أطول الصلاة فهو أفضل. قال الحافظ في الفتح: الحديث في الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، بس لابد أن يكون الفجر قد طلع، مش أن احنا نحتج بذلك على الناس يصلي قبل أن يطلع الفجر والسماء مظلمة تماما، ده خطر عظيم جدا. لابد أن نؤخر حتى يبدأ الضوء في الظهور، والكلام ده طبعا. طب نعمل ايه والدنيا الأنوار الصناعية؟ إما أن يعني ينتظر حتى تظهر حتى مع الأضواء الصناعية، أو أننا ننظر في مثل الوقت الذي يعني تظهر فيه الأضواء في الصحراء أو في البحر مثلا، يعني نشوف في الصحراء بتبان بعد قد إيه. أنا لا أشك أن التوقيت الذي تحسب فيه وقت صلاة الفجر على زاوية 19.5 درجة تحت الأفق أنه ظلام دامس، ورأيته ورآه غيري مرات عديدة، ما لا يقل عن 20-30 مرة نراقب السماء في البر وفي البحر وأنا وغيري. إن 19.5 دي حساب غلط بلا شك، بس بقى إن طلعنا لقينا كده ده ما ليس عذرا، ولا كذلك التوقيت السابق لأم القرى اللي هو بتاع ساعة و 35 دقيقة قبل شروق الشمس، أيضا هذا ليس منضبطا. وإن كان المشايخ الذين أدركوا ذلك قالوا هذا التوقيت منضبط، كل حد يقول التوقيت منضبط. أنا أدل 20 طريقة لحساب توقيت الفجر، فما ينفعش حد يقول يعني اللي لقيناه هو اللي صح، لابد من المتابعة ولابد من النظر. أنا أقول الزاوية اللي تحسب عليها ما بين 16.5 و 17.5، 17.5 دي تعمل تقريبا دلوقتي 15 دقيقة، و 17
فرق يعني بين النتيجة وبين الوقت ده. 17 تعمل 18 و 16 ونص تعمل تلت ساعة أو 21 دقيقة في الوقت الذي نحن فيه. يعني الكلام ده في الصيف. هناك طرق حسابية لأوقات السنة الأخرى موجودة لمن أرادها. أنا عن نفسي لا أستطيع أن أجزم بدخول وقت الفجر قبل زاوية 17 بأي حال من الأحوال، و16 ونص للتأكد. فلذلك نصلي الفجر بعد 21 دقيقة في وقتنا الحاضر. نصلي السنة كمان كده. بس ده يدل على ان اللي زودوا على كده، بمعنى اللي بيقولوا زاويه 14، ان ده بيكون فيه اسفار اكثر من ذلك. هيبداوا الصلاه ويصلوا السنه، يعني يصلوا ان زاويه الفجر 14 زي المعهد القومي للفلك عامل زاويه 14 و6 ثواني، ده معناها 35 دقيقه من الوقت الحالي واكثر شويه 36. فهذا الامر صعب جدا. انا اقول يبدا يصلي السنه، هيأذن ويصلي السنه ويطول الصلاه ويخرج هناك غلس، صعب جدا. الفجر المدني عند 12 دقيقه، عند 12 درجه، وده يعني قريب جدا من التوقيت اللي هم ذكروه. يعني 14 دقيقه تكون كل الحاجات دي اصفار واضح جدا. فنقول ان الزاويه اللي يحسب عليها 16 ونص من اقرب الاشياء، 17 محتملة، 17 ونص عايزة ظلمة سماء تامة وصفاء جو كامل عشان البعض يلحظ طلوع الفجر عند 17 ونص. كلمة 17 ونص و 16 ونص و 17 دي كلها درجات زاوية الشمس تحت الأفق. عن رافع بن خديج قال ابن حجر وفي الحديث جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. أصبحوا، قال ابن الأثير، أي صلوها عند طلوع الصبح. قال السيوطي: بهذا يعرف أن رواية من رواه بلفظ أسفروا بالفجر رواية بمعناه، أنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على التأخير إلى الإسفار. لكن حقيقة أنها رواية صحيحة، أسفروا بالصبح، والإسفار ظهور الضوء. وادعاء ان هذه روايه بالمعنى وان معناها التغليس ليس ظاهرا، بل الراوي اعلم بما روى، فاذا روى بالمعنى فهو اعلم بما روى. قال الخطابي: وتاولوا حديث رافع بن خديج على انه اراد بالاصباح والاسفار ان يصليها بعد الفجر الثاني، وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقه اللفظ، وزعموا أنه يحتمل أن يكون أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلاة جعلوا يصلونها بين الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول هو الكاذب الذي كذن بالسرحان، اللي هو عمود نور فقط في وسط السماء لا يمتد في الأفق. يمتد في الأفق ده ناحية الشرق، نبص ناحية موضع شروق الشمس هنلاقي قبة نور، والقبة دي بتزيد تمتد يمينا وشمالا. ده الفجر. بيقول انهم ان يحمل الحديث على الذين صلوا بين الفجر الثاني والاول والثاني، فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني واصبحوا بها اذا كنتم تريدون الاجر فان ذلك اعظم لاجوركم. هو اصل كلمه الصبح معنى النور، وجه صبيح يعني مستنير. قال: فان قيل وكيف يستقيم هذا؟ ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر. كلام صحيح، إذا كانت قبل الوقت تبقى بطلة، وده يستوي فيه العالم والجاهل والقاصد والمخطئ. كله يعني اللي بيصلي قبل الوقت المخطئ والجاهل معذور، ولكن صلاته بطلة، إنسان مسيء صلاته.
معذور لأنه لا يحسن غير ذلك، ولكن صلاته باطلة. يقول كيف استقيم هذا ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر، عشان نقول أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر، إذن في أفعل تفضيل. قيل أما الصلاة فلا جواز لها، ولكن أجرهم فيما نووه ثابت، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ألا تراه أنه عليه السلام قد أبطل حكمه ولم يبطل أجره؟ أبطل حكمه فيما خالف فيه القطعيات. وقد قيل إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة، وذلك أن الصبح لا يتبين فيه جدا، وأمرهم فيها بزيادة التبيين استظهارا باليقين في الصلاة. كل ده هروبا من أن نقول بقول الحنفية، ونحن لا نمتنع من أن نقول بقول الحنفية من أن الإسفار بالصبح أفضل، على الأقل في الانتهاء من الصلاة أن ينتهي منها وقد أسفر. قال الطحاوي معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أي طولوها، وهو إضاءة الصبح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. موضوع ان إضاءة السماء بتفرق في طلوع الفجر، نعم، ليه؟ لان العين لا تدرك الضوء الخافت اذا كانت السماء مضيئة، يعني السماء مضيئة بالقمر او الاضواء الصناعية اللي عندنا، فتقوم مش هتقدر تتأكد ان الفجر طلع الا لو ايه، لو ظهر النور بقوة. فلذلك امرهم بالاسفار، ده على احد الوجوه، هو اصح الوجوه ما قال الطحاوي، يستحب ان يبدأ فيها بغلس ثم ينصرف وقد اسفر من تطويل القراءة. باب في المحافظة على وقت الصلوات. عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب ابو محمد، اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الخطبي كذب أبو محمد، أخطأ أبو محمد، ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار. أبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة، والكذب عليه غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، تقول كذب سمعي وكذب بصري، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجبا في السنة. لا، ليس صحيحا أن نقول في وجوب فرض وجوب سنة. يعني كيف يكون واجبا في السنة؟ السنة هي التي بينت وجوب أربع ركعات الظهر. ماذا نقصد في السنة؟ هذا الكلام ليس صحيحا. الصحيح أن الوتر ليس بواجب، لا يأثم من تركه، ولكن فاته الخير الكثير. يقول ولذلك استشهد بذكر الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، وده كلام صريح من عبادة رضي الله عنه، إن هم خمس صلوات فقط هي الواجبة. هذا الحديث أصل في أن كل الصلوات غير الصلوات الخمس ليست واجبة، له عهد عند الله أن يغفر له إذا أدى الخمس، فكيف نقول أثمت إذ لم تؤدي الوتر ويمكن أن تعذب ولا يغفر لك؟ كيف يمكن أن نقول يمكن إذا لم تصلي العيد أو الكسوف أنك تعاقب، أو تعاقب الأمة كلها إذا تركتها، إذا ما لمن قال أنها فرض كفاية؟ الصحيح أنها سنة مؤكدة كل هذه الصلاة. وكذا تحية المسجد، هذا الحديث أصلح للاستدلال على أن جميع الصلوات غير الصلوات الخمس
كلها من السنن المؤكدة والمستحبات افترضهن الله عز وجل خبره من أحسن وضوءهن بمراعاة أحسن وضوءهن بمراعاة فرائضها وسننها. الصحيح أنه أحسن الوضوء إذا أدى الواجبات، لأنه مغفور له إن أدى الواجبات، إن غسل وجهه وتوضأ كما أمره الله، توضأ كما تغسل وجهك ويديك وإلى المرافق وتمسح برأسك ورجليك إلى الكعبين. قال وصلهن لوقتهن، أي في أوقاتهن المختارة، لا في وقت الجواز ليس في الوقت المختار. وأتم ركوعهن بشرطه وسننه الفعلية والقولية، بل أتم ركوعهن أي اطمأن في الركوع، وذكر الواجب عليه من تسبيحة واحدة. وخشوعهن، قال ابن الملك الخشوع حضور القلب وطمأنينة القلب. صحيح أن الخشوع ظاهر وهو الواجب والركن في صحة الصلاة، وخشوع القلب الباطن على الإنسان أن يبذل جهده لتحصيله، كلاهما داخل في معنى الخشوع، لكن الذي تبطل بتركه الصلاة الخشوع الظاهر بترك الطمأنينة، يقال صلي فإنك لم تصلي، لأن أصل الخشوع معنى الطمأنينة. كان على الله عهد، أي وعد، والعهد حفظ الشيء. كان له على الله عهد، يقول سمي ما كان من الله تعالى على طريقة المجازاة لعبده عهدا، بل نقول هو عهد ووعد له الله على نفسه، أوجبه الله على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، هو أوجب على نفسه ذلك، حرم على نفسه الظلم، جعل على نفسه عهدا أن يغفر لمن حافظ على الصلوات طالما كان مسلما. طب يعني معنى ذلك أنه هو يفطر رمضان؟ لا، هذا عام مخصص بباقي الواجبات، يعني بشرط أن يؤدي الواجبات. قال ومن لم يفعل، أي مطلقا، يعني ما صلاش الصلاة الخمس أو ترك الإحسان، لم يكن فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. الحديث من أوضح الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وإن أبى من أبى، لأن الحديث قال ومن لم يفعل. من لم يفعل إيه؟ ما سبق، ممكن يكون ما حافظش عليها خالص. عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. حديث ضعيف، الصلاة على وقتها هي الصحيح. الصلاة على وقتها على هذا الحديث الضعيف، يعني في أول وقتها. عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. هل هذا الحديث الذي صححه ابن حجر يدل على وجوب هاتين الصلاتين فقط على هذا الرجل؟ نقول لا، بل نقول من حافظ على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفقه الله لباقي الصلوات بالتأكيد. قال الشيخ ولي الدين العراقي هذا الحديث مشكل بادي الرأي، إذ يوهم إجزاء صلاة العصر لمن له أشغال عن غيرها. قال البيهقي في سننه في تأويله وأحسن، كأنه أراد والله تعالى أعلم، حافظ عليها بأول أوقاتها، فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرها عن أولها، فأمره بالمحافظة على الصلاتين بأول وقتهما. عايز يقول إن باقي الصلوات ممكن تأخرها إلى آخر وقتها، لكن الصبح والعصر بادر بهما، إنما أمره بالمحافظة على العصرين زيادة تأكيد للأمر بالمحافظة
على أول وقتهما. ما ذكرناه إن شاء الله يكون أحسن. سميت عصرين تغليبا، يعني هي عصر وصبح. العرب قد تطلق أحد الاسمين تقصر آخر، القمرين، عمرين، أسودين، تمر الماء، كذا العصرين، الصبح والعصر. عن أبي بكر ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال: أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال رجل: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أخرجه مسلم. فيه التأكيد على هاتين الصلاتين، وذلك لأن الصبح وقت النوم والعصر وقت الاشتغال بالتجارة، فمن حافظ عليهما مع المشاغل كان الظاهر من حاله المحافظة على غيرهما. الروايات السابقة: والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا هذان الوقتان مشهودان يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار، ويرفعن فيها أعمال العباد، فبالحري أن يقع مكفرا فيغفر له ويدخل الجنة. عن أبي قتادة ابن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك 5 صلوات عندي عهدا، أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. إسناده ضعيف، ولكن نفس معنى ما سبق من الحديث الصحيح. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات 5، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا: يا ما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إسناده حسن، يعني طيبة النفس ده عمل القلب أثناء أداء الزكاة. أداء الأمانة على سبيل المثال الغسل من الجنابة، لأنها أمانة بين العبد، غسل أم لا، نوى أم لا، هذا بينه وبين الله. وإن كانت كل العبادات أمانة، وأمانات الناس أمانة، والولايات العامة أمانة، نسأل الله أن يوفقنا لأداء الأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.